بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، نستكمل معكم طلبتنا الأعزاء ما كنا قد بدأناه سابقا من تحليلنا لقصة رسم القلب. شرحنا في الحصة السابقة المقطع الثاني، ولاحظنا في هذا المقطع كيف بدأت العلاقة تتغير بين القاص وبين النبتة، وكأنه قد بدأ يعتاد عليها، يعني كان يهتم بها بشكل كبير، وكأنه قد ابتسم، بدأ يظهر عليها أنها بدأت تنمو. كان قد فكر أن يخلعها أو يقص ساقها ويعني ينهي حياتها، لكنه اعتقد أن ذلك يمثل شيئا من جرائم قتل النفس. نستكمل معكم في هذه الحصة تحليلنا لهذه القصة، قصة رسم القلب. راقبت نموها السريع كل يوم. إذا نحن الآن في المقطع الثالث. راقبت نموها السريع كل يوم، لاحظوا عنصر الزمان، كل ساعة. إذا راقبت نموها، أي نمو النبتة، كل يوم كل ساعة، حتى كدت أرى بعيني. إذا صار يهتم بها، يعني هذا الإنسان الذي كان لا يبالي بشيء، صار هنالك شيء في حياته يهتم به. حتى كدت كاد بمعنى اقتربت، من أفعال المقاربة، أرى بعيني المجردة، يعني عيني المجردة، لاحظوا دون استخدام مجهر مثلا، كيف تتفتح أوراقها الجديدة، وكيف تتبسط مثل كف آدمية، تتبسط يعني تصبح منبسطة، بتفتح أوراقها الجديدة وتبلش تتبسط وكأنها كف آدمية بهذا الشكل، مثلا زي يد الإنسان، زي كف الإنسان اللي هو هذا الكف، هذا ها اللي هو اليد اللي فيه الأصابع إلى آخره، صار شكل الوردي، صار يبسط زي كأنه كف آدمية تبسط يدها إلى آخره، تبسط يديها. يعني ما شاء الله أنا بالرسم شكلي يوحي أني أنا فنان. طيب، وحين أصحو في الصباح أتفقد الأوراق والبراعم الجديدة، وكثيرا ما سمعت صوتها، لاحظوا هون في صوت الطقطقة الخافتة، طقطقة إشي بطقطق يعني للأوراق، إذن خافتة يعني بصوتها منخفض للأوراق في أثناء تفتحها في الصباحات الباكرة. ولقد أيقظ ذلك الصوت في أعماقي فرحا طفوليا، وضبطت نفسي ذات مرة وأنا أبتسم لها. يعني بقول هذا الإشي، صوت الطقطقة، صار في عندي فرح طفولي في داخلي، ومرة مسكت حالي وأنا قاعد ببتسم، يعني كأنه هو يعني يرى كأنه الابتسام جريمة، فهنا كأنه ارتكب جريمة عندما ابتسم لها، يعني بيقول والله مسكت حالي وأنا بضحك، يعني هو بيعتبر أنه هذا الإشي من العيب، يعني أنه هو يضحك لهذه النبتة. وفي الأيام اللاحقة نمت وتوالت لها أوراق جديدة، يعني بدأت تنمو، أوراق خضراء يانعة، إذن وتوالت لها أوراق جديدة، أوراق خضراء يانعة يعني شديدة الخضرة. وحين بلغت منتصف الجدار، يعني بلشت تنمو على الحيط، وحين بلغت منتصف الجدار، يعني هاي من النباتات المتسلقة سموها، دب الخلاف بيننا من جديد، يعني خلاص تعودنا على بعض، وصرت أنا بحبها وهي بتحبني، وبلشت تنمو صرت أفرح فيها إلى آخره. لكن لما بلشت تنمو على الجدار الآن، هنا كبرت بشكل أنه صار في خلاف بيني وبينها، فأنا أردت توجيهها نحو الباب كي تكسو يسار الجدار. يعني الآن وكأنه غرفته فيها باب وشباك، الآن هو شو بيقول؟ بيقول أنا بدي أوجهها نحو الباب عشان تمشي من فوق الباب وعشان تكسو يسار الجدار. أما هي فتوجهت إلى غير ما أريد، نحو النافذة، يعني النافذة كأنها على اليمين والباب على الشمال، فهو بده إياها تروح على الشمال عشان تمشي من فوق الباب وتكسو يسار الجدار. هي وكأنها خالفته وراحت باتجاه آخر، راحت باتجاه اليمين. طيب، هدأت نفسي، يعني رقت، ما عصبت عليها، يعني بمعنى آخر، أمسكت رأسها، قلت كمن يخاطب امرأة، من هنا أيتها العزيزة. إذن قلت كما أخاطب امرأة، من هنا أيتها العزيزة، يعني قال لها امشي من هون، من اليسار على اليسار، ما تروحي على اليمين على النافذة. يعني ولويت عنقها، لويت بمعنى ثنيت عنقها، يعني مسك عنقها، مسك طرفها وثناه برفق ناحية الباب، يعني مسكوا ثناه وجهوا باتجاه الباب برفق حتى ما يكسرها.
ثم ربطته بخيط متصل بحافة ذلك الباب. يعني جاب خيط لفها باتجاه الباب، وجاب خيط وربط هذا الخيط بالباب عشان يتغير اتجاهها. وبعد أيام، طبعا ممكن تكون ردت عليه يعني نمت شوي باتجاه الباب، لكن بعد أيام عاد رأسها يتوجه نحو النافذة، فبدت كأنها تنظر إلى الوراء. يعني هي كانت بتنمو بهذا الشكل هيك، طبعا إلها أوراق، الأوراق اللي بتشبه أصلا رسم القلب إلى آخره. طبعا السمارت بورد فيه مشكلة بالرسم بطلع هيك. فالآن هو شو بده منها؟ بده منها تنمو بالاتجاه الآخر، يعني بده إياها تروح هيك بهذا الاتجاه، لأنه الباب موجود هون. هسه هي وين رايحة؟ هون في موجود إيش؟ شباك، هذا شباك، هو هون إيش؟ باب. هو بده إياها تروح وين؟ باتجاه الباب. فهي صارت تتوجه باتجاه الشباك. شو عمل؟ جاب خيط، طبعا مسك رأسها من هون، ثناه باتجاه الباب، وجاب خيط وربطها بطرف الباب، ربط الخيط هون. ليش؟ عشان تغير اتجاهها. فالنبتة وكأنها صارت تنمو بهذا الشكل، يعني كانت هيك متوجهة، بلشت ترجع باتجاه إيش؟ باتجاه الباب. الآن بعد كم يوم لاحظ إنها ردت رجعت هيك، مشت بالاتجاه المعاكس، يعني ردت رجعت باتجاه إيش؟ الشباك، وكأنها إيش؟ بتعاند. طيب، صحيح أن المشهد أثار في نفسي أسى مبهما. أسى يعني حزن، مبهم بمعنى غير واضح غامض، ولا سيما خاصة حين قدرت أنها أرادت بحركتها تلك لفت انتباهي وتذكيري بالتفاهم الذي حصل بيننا. يعني هو بقول وكأنه هذه النبتة إنسانة بدها تلفت انتباهي وتبين لي أنه إحنا متفاهمين مع بعض، فزي كأنه هي بدها تنمو زي ما بدها، فهو لا بده يعاندها وبده إياها تروح باتجاه الباب. لكن لماذا لا تستجيب لرغبتي؟ يعني مع أنه إحنا متفاهمين، طب ليش ما بتردي علي بتروح باتجاه الباب؟ على الأقل إكراماً لاهتمامي بها، يعني على الأقل تقدرين أنا مهتم فيها، بسقيها كل يوم، بفتح لها الشبابيك كل يوم، بمسح الغبرة عنها، بسمدها، على الأقل إكراماً لاهتمامي بها تتوجه نحو الباب مش نحو الشباك. لاحظوا معي أنه القاص بتعامل مع النبتة وكأنها إنسان، كائن حي يعني يشعر به ويشعران ببعضهما البعض. طيب، ثم إن المساحة المتبقية من الجدار حتى النافذة لا تستوعب نموها وامتدادها، فهي ملأة بالصور. يعني بقول إنه أنا أصلاً عشانها كمان، يعني لمصلحتها، لأنه الجهة اللي فيها الشباك كلها موجود عليها براويز، موجود عليها صور، وكمان شوي مش هتقدر تستقبل هاي النبتة لأنه ما في مجال إنها هي تنمو على الجدار. حاولت لي عنقها، لي بمعنى ثني، إني أثني، يعني لويت قبل قليل قلنا بمعنى ثنيت، فتلت، لي بمعنى فتل أو ثني عنقها، عنقها. إذن حاولت لي عنقها برفق وتصميم، يعني شوي شوي، لكن كنت مصمم في هاي المرة إني أخليها تتوجه باتجاه الباب، لكنها هذه المرة بدت أكثر صلابة وإصرارا على التوجه نحو النافذة. يعني في هاي المرة أصرت وألحت إنها هي تتوجه نفس النافذة باتجاه النافذة، ولاحظوا كانت أكثر صلابة، يعني كان الساق تبعها أصلب، يعني معنى آخر هي لما كانت الأول كانت طرية بقدر يوجهها، لكن الآن وكأنه الساق قد نمت وصارت صلب شوي، فصار صعب عليه إنه يوجهها باتجاه الباب. وحين قست أصابعي عليها قليلا، إذن قست أصابعي بمعنى شد على النبت شوي، أحسست بعنقها ترتجف، يعني حسب العنق تبع النبت وكأنه يرتجف. أجل، لقد ارتجفت مرتين. الارتجاف هذا دلالة على إنه هاي النبتة ممكن تنكسر إذا شد كمان شوي، ممكن تنكسر. طيب، تحليل لهذا المقطع بشكل سريع. إذن إحنا وصلنا في المقطع إنه النبتة بلشت تنمو، تعودوا على بعض، صاروا بحبوا بعض، بس بلشت تكبر على الجدار، لاحظوا صار يتابع لها كل يوم كيف بتنمو أوراقها كذا. الآن هو بده إياها تتوجه نحو الباب، هي صارت تروح باتجاه ثاني باتجاه الشباك، أجا وجهها باتجاه الباب شوي شوي وربطها بخيط وربطه بالباب، أجابت طبعا رغبته، لكن بعد فترة رجعت توجهت نحو النافذة مرة ثانية، فبلش يستاء منها من جديد، وبلش يقول إنه هي وكأنها بتعانده، وبقول إنه أنا أصلا كمان عشانها، لأنه أنا لو بقيت تنمو بهذا الاتجاه يعني مش راح تنمو، لأنه في براويز ومش راح تنمو على الجدار، فأنا بدي أوجهها باتجاه الباب يسار الجدار عشان تستمر في النمو، يعني وما يوقفها إشي في الغرفة. طيب،
الطقطقة هي صوت معين، هي صوت معين، هي صوت محدد اسمه طقطقة. الخافتة بمعنى المنخفضة، لويت بمعنى فتلت وثنيت، مبهما بمعنى غامضا غير واضح. المعجم الدلالة عد إلى أحد معاجم اللغة العربية واستخرج معاني الكلمات الآتية. طيب الآن لي من الفعل لوى أي فتل وثنى، إذن لي عنقها، حاولت لي عنقها بمعنى لويت يعني فتلت وثنيت كما قلنا سابقا. ورد في النص عبارة خضراء يانعة، اللون الأخضر في اللغة العربية صفة يانع، واليانع صفة للون الأخضر. طيب بده يانا نجيب باقي الصفات اللي تستخدم للألوان، فهي مطلوب منكم أنكم تحفظوها. إذن الأخضر صفته يانع، طيب الأصفر فاقع. لاحظوا في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ماذا يقول عندما سأل، طبعا على لسانهم، عندما أو على لسان موسى عليه السلام، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. إذن صفراء فاقع، إذن اللون الأصفر الصفة المناسبة له الفاقع، اللون الأخضر الصفة المناسبة له اليانع. طيب الناصع الأبيض، الناصع الأبيض، القاني الأحمر، القاني الأحمر، الصافي الأزرق، الحالك الأسود. يعني لما أقول أسود بقول أسود حالك، لما أقول أزرق بقول أزرق صافي، أحمر قاني، أبيض ناصع. لاحظوا في الدعايات تبعت اللي هي البودرة تبعت الغسيل اللي هي إيريال مثلا والأوكسي والأشياء هاي، بيقولوا أنه يجعل الغسيل أبيض ناصع، أبيض ناصع. الأصفر صفته فاقع والأخضر يانع، احفظوها. طيب الجذور أرى رأي، أصح صحوات والت وليا أردت رودا، متصل وصل، حافة حففة، أثار ثورة، تستجيب جوابا، تستوعب وعبا، لي لويا، بدت بدوا، قسى أو قست قسوة. الآن نأتي إلى أسئلة الفهم والتحليل الخاصة بهذا المقطع. سؤال الأول، بدأ على القاصي تحول إيجابي واضح نحو النبتة مع تطور أحداث القصة، بين ملامحه، يعني ملامح إيش التحول الإيجابي، التحول الإيجابي في هذا المقطع. التحول الإيجابي ظهر من خلال أول شيء راقب نموها السريع كل يوم، كيف تتفتح أوراقها الجديدة وكيف تتبسط مثل كف آدمية، وفي الصباح كان يتفقد الأوراق والبراعم الجديدة، وكثيرا ما كان يسمع صوتها، صوت الطقطقة الخافتة للأوراق في أثناء تفتحها في الصباحات الباكرة. هذا الملمح الأول. طيب ملامح تحول إيجابي، تحول آخر أو ملمح ثاني، أيقظ ذلك الصوت في أعماقه فرحا طفوليا وضبط نفسه ذات مرة وهو يبتسم لها. الآن ملمح ثالث، لوى عنقها بالرفق ناحية الباب. لاحظوا كلمة برفق هي التي دلت على أنه أو أن هنالك تحول إيجابي. طيب ما سببه في رأيك؟ قلنا سابقا أن القاص أخذ يعتاد على وجودها ويرغب في بقائها ويترك أيضا للطالب. ما أثره في النبتة؟ يعني ما أثر هذا التغير الإيجابي؟ يعني بإيش أثر في النبتة؟ أخذت تنمو سريعا بعد أن توافرت لها أسباب العناية اليومية. طيب أراد القاص أن تسير النبتة في طريق وأرادت النبتة أن تسير في طريق آخر، لماذا أصر كل منهما على رأيه؟ القاص أرادها أن تتوجه نحو الباب، ليش؟ لأن المساحة المتبقية من الجدار حتى النافذة لا تستوعب نموها وامتدادها، فهي ملأة بالصور، وكأنه لا يريدها داخل بيته ويريدها أن تنمو خارجه أو أن ترحل عنه. طيب هذا تحليل الدليل المعلم، وإن كنت أنا أخالف يعني هون، أنا برأيي أنه بده يوجهها تجاه الباب عشان تنمو فوق الباب مش عشان أنه بده يخلص منها. طيب النبتة أرادت التوجه نحو النافذة حيث الضوء والهواء وكأنها تريد البقاء والحياة. ما نتيجة هذا التعنت؟ التعنت يعني التزمت أو التمسك بالرأي. نتيجة هذا التعنت بالنسبة للقاص قصت أصابعه عليها وهو يحاول لي عنقها نحو الباب فانكسرت، مما أثار في نفسه خوفا ورأى في أوراق النبتة عيونا تتهمه. النبتة انكسر عنقها أولا ولم توضي سيما أيام قليلة حتى ذبلت أوراقها وأصفرت ثم جفت وسقطت. طبعا هذا الكلام الذي قلناه الآن هو موجود في المقطع التالي، يعني في المقطع الرابع من شرحنا لهذه القصة. طيب أبدأ القاص براعة في القصة، براعة في التصوير، هاتي أربعة من صور حتى
ملغت منتصف الجدار، دب الخلاف بيننا من جديد، صور النبتة إنسانة، إذن هذا صور النبتة مشبه إنسانة على خلاف مع القاص مشبه به، فبدت كأنما تنظر إلى الوراء، صور النبتة إنسانة تنظر إلى الوراء، نبتة أيضا إنسانة تنظر إلى الوراء. ما دلالة كل من؟ المساحة المتبقية من الجدار ملأ بصور، ذكريات القاص الكثيرة، إذن ملأ بصور بمعنى له ذكريات متصور ومعلقها. الآن ما دلالة، طبعا وظف القاص عناصر الحركة والصوت واللون إلى آخره، هات مثلا الحركة، هنا عندنا يوجد هنا حركة، لويت عنقها توجهت إلى غير ما أريد. الصوت، كثيرا ما سمعت صوتها، صوت الطقطقة الخافتة للأوراق. ما القيمة الفنية؟ تقريب المعنى في نفس المتلقي والتأثير فيه، ونقل أفكار القاص بصور أوضح أو بصورة أوضح وأصدق، وقلنا هذا الكلام سابقا. أشر إلى المواضع التي ظهرت فيها المشاعر الآتية، إذن في عندي مشاعر هنا قد ظهرت، في عندي هنا مشاعر الفرح ظهرت، ولقد أيقظ ذلك الصوت، هو صوت الطقطقة الخافتة. في أعماقي فرحا طفوليا، وضبطت نفسي ذات مرة وأنا أبتسم لها. ننتقل الآن معكم مباشرة إلى شرحنا للمقطع الرابع، فابقوا معنا، أو أنا أقول يعني نترك هذا المقطع في تسجيل منفصل أو في حصة لاحقة. وفي النهاية لا يسعني إلا أن أقول شكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.